عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم، الولاء هو عصوبة، الولاء نوع من أنواع التعصيب، لأن عرفنا أن الإرث إما يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، والعصبة إما أن يكون عصبة بالنسب وإما أن يكون عصبة بالسبب، والسبب هو العتق. فإذا أعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء، بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإن ماله يذهب إلى سيده إلى المعتق، لأنه عاصب له من العصبة. فالولاء نوع من أنواع التعصيب، نوع من أنواع التعصيب. فإذا مات العتيق وليس له وارث من أقاربه فإن ماله لمعتقه بالولاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن أعتق، جعل الولاء أي التعصيب لمن أعتق، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. والأكثر أن العصبة بالنفس ذكور، ليس فيهم إناث إلا واحدة وهي المعتقة، فالمعتقة تكون عصبة بالنفس فقط، وأما بقية النساء فلا. ولهذا يقول الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. تعصيب لمن أعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي، فالولاء للمعتق. هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه بالهبة، لا تعطيه لأحد ولا تبيعه على أحد، تقول أنا لي الولاء على هذا العتيق أبيعه عليك، ما يجوز هذا، أو أهبه لك، ما يجوز هذا. مثل النسب، الولاء مثل النسب، كما أنك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لأحد كذلك الولاء ما يجوز التنازل عنه لأحد، أو بيعه على أحد، أو هبته لأحد. لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن يورث به، لا يورث ولكن يورث به. هذا هو الولاء. أعد الحديث. أحسن الله إليك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا هو الولاء، مثل النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنما يورث به، مثل النسب تماما، وهو التعصيب الذي سببه العتق. لما من المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك، فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه، جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه، من باب الشكر له. نعم.